ومنتأهل بكل الأصدقاء يلي انضموا هلا لفترة الخبير خبير العقارات مع الأستاذ وضاح حسين من Vertex Team. سنة جديدة، أشياء جديدة، سنة قديمة كمان، أشياء قديمة وجديدة بنفس الوقت صارت بال 2017. أولا كل عام وانت بألف خير. وانت بخير والصحة والسلامة. شو كيف كانت هالعياد عليك؟ بجنن. أنا بتجنن ليك. فترة العياد دايما حلوة، نضلنا دايما نحتفل بالفرح. هاي بتجنن، فيش حفلة ورا حفلة، حفلة ورا حفلة. هل حلو؟ حلو إن العالم كله عم تتبسم وبيبسمة حلوة وأشياء كتير حلوة. يلا ينعاد عليك. وضاح، صرنا تقريبا شي شهر مش قاعدين سوا أنا وياك بالاستوديو. أخذنا بريك منيح، لأنه العالم فرصة. بالضبط، ونحن كنا فرصة. صحيح. فهيت لنعمل هيك جولة عن 2017. شو كان في اشي كتير في كتير 2017 من الانونسمنتس طلعوا بالنسبة للإسكان وغير. هيت لنعملنا جردة عامة. صحيح. طيب نحكي بشكل سريع. 2017 شهدت كتير تغيرات في القوانين. أهم التغيرات اللي انطرحت بتقريبا أول السنة اللي هو اللي بيسموه stress test، اللي هو اللي بيجبروك إنه يكون الزبون أو المشتري بمعنى أصح يكون qualified على أساس higher interest rate، يعني interest rate عالية، حتى لو إنه أنت الinterest rate اللي عم تاخده 3.25 أو 3.5% لازم يكون أنت approved إذا insured على أساس 4.99. إذا مش insured بنضاف 2 basis point، يعني بيصير إذا 3.5% فبيصير أنت you need to qualify 5.5. فهذا طبعا عمل تأثير كبير. هذا أو هذه شغلة كتير كبيرة. صحيح. بس بدي أعرف أنا مين سميه the stress test، لأنه بيشبه ال stress test تبع القلب. والله ما نعرف. بدي أعرف مين سميه هالشيء. مش سي هذي. فبس هو الطبع على كل كندا. إحنا أول ما كانوا يحكوا فيها بالزمانات كان في احتمال، إحنا كنا متوقعين لأنه طبعوا هم 15% التاكس بتورونتو. فلما صاروا يحكوا عن شغلات الاسترس تيست وكذا كنا متوقعين انه يطبقوها بس بأونتاريو، بس طبقوها طبعا في كل كندا، فسواء كيبيك او أونتاريو بالنسبة لأوتاوا وغاتينو الاسترس تيست أبلايز. هذا بيعتبر اكبر شيء صار بسنة 2017، ومش انه هذا بس لسنة 2017. هذا تم قانونه ب 2017، نحن هلا عم نعيشه وبيأثر علينا هلا اكيد ب 2018، لانه ب 2017 كان بس للانشورد بس للانشورد بروبرتيز، او بمعنى صح البروبرتيز او الناس اللي عم تدفع اقل من 20%. ب 2018 إذا أقل من 20% أو أكثر من 20% بتطبق عليه القانون. طيب بالنسبة لهالإشي هادي، تأثرت شيء على الماركت سنة 2017 إنه حسيتوا في ارتفاع بالترانزاكشنز البيع والشراء؟ بس أعلنوا عن ستريس تيست، العالم تيجي تستفيد منه قبل؟ في كان في حركة قوية بديسمبر، بس طبعا بشكل عام ديسمبر دائما بكون يعني أخف الأشهر على طول السنة، بس ديسمبر السنة هذه بمقارنة أو بمعنى صح ديسمبر 2017 مقارنة بديسمبر 2016 ارتفع الماركت أكيد، كان أقوى بكثير من 2016. بشكل عام إذا بدنا نحكي أرقام، إذا بتحب نحكي أرقام، في عنا عدة شغلات تغيرت. في عندك أول إشي خلينا نشوف هون، لنقول العدد البيع الترانزاكشنز بالنسبه للبيع او الشراء. بالنسبه كان اكثر بالنسبه للترانزاكشن 2017 مقارنه ب 2016 ارتفع حوالي 16% ارتفاع المبيعات. ف 2017 كان كتير حافل بالمبيعات وكان اقوى بكتير من 2016. اللي احنا لاحظناه انه الكوندومينيوم ارتفع 26%. واو، سو رجعت عايش. تذكر انه تقريبا من سنة كانوا عم بيقولوا بتموت الكوندوز. بالضبط. مين بعد عم يشتري كوندوز؟ بالضبط. ففي اقبال كتير كبير موجود هلا على الكوندوز، فارتفع 26% مقارنة بالبيوت العادية 14%. هلا بس نحكي عن الريل ستيت والعقارات اجمالا، يعني تاريخيا اذا بترجع لورا كل شيء عم بينزل
صحيح عم يرجع يطلع يعني اكيد ما هي سايكل خليني اعرف شو نزل شو نازل ثاني مره لاشوف اذا بنقدر اشتري لحتى نستفيد منه. هلا بالنسبه للاسعار ارتفعت اكيد برضه الاسعار ب 2017 مقارنه ب 2016 بشكل عام. الافرج هوم صار هلا بسوى بحدود ال 392,000 مقارنه بالسنه اللي قبلها اللي هو 372,000. يعني بتتكلم عن 5.5% ارتفاع 5.5. الكوندومينيوم ارتفع 3.4 وهذا طبعا كتير كويس لأنه 2013 و14 و15 كان الكوندومينيوم نازل. الفري هولد ارتفع 6.8%. ففي حركة كانت كتير حلوة. وريزيدنشال بشكل خاص بديسمبر ارتفع بحدود 3.4%. حلو دوخناكم بهالارقام. طيب ما له شيء. هلا في شغله ما ابتدت بسنه 2017 ابتدت قبل بس في كتار ما بيعرفوا عنها. وهون بمقاطعه اونتاريو عملوا حمايه للاشخاص اللي عم تشتري بيوت خاصة البيوت الجديدة. كان بالزمانات كان البيلدر عنده جارنتي على البيت محدودة صحيح وايش من النوع. فاجت وصار في اعتراضات كتير صحيح من صحيح. العالم عم تشتري بيوت. فقامت الدولة فاتت على هالشي والهاوزينج كوميشن وعملوا شيء ليحمي هالمستهلك للبروجرام. صحيح صحيح. وهالبروجرام انا بس سمعته اول مرة فكرت شركة عمار انا هذه لانه قريب اسمه قريب لشركة عمار. تتكلم عن تاريون انت. تاريون بروجرام. بس نسمع كلمة تاريون هيدي مش شركة عمار. هيدا الحماية والانشورنس للمستهلك اللي عم يشتري بيت تجديد الوارنتي تبعنا. في كتير ناس ما بتعرف شو هي تاريون. خبرنا عنها شو هي التاريون. شوف هذه شركة نون بروفيت يعني غير يعني مش معمولة على أساس إنها تكون profitable إنه تعمل مرابح إنه ما حدا مش شخص واحد بيملكها. بالضبط يعني. هذه شركة مؤسسة انعملت ب 1976 وعلى أساس تحمي المستهلك أو الكونسيومر لما يجي يشتري بيوت لأنه كان في كتير مشاكل قبل 76. طبعا الشركة تطورت ومدعومة من قبل الحكومة بشكل خاص أكيد وبتعطي حماية للناس اللي بدها تشتري بيوت جديدة المبنية عن طريق البيلدرز. وبتفرض هذا البروجرام على كل شركة أو بيلدر أو بنا بالعربي إنه لازم يكون مسجل رسميا بهذه المؤسسة. يعني هوني كل واحد معمرجي كل شركة عم بتعمر بيوت بتكون هي بهالبرنامج وما في مهرب منها. ما هو في ناس في شوف هو أساسا كل الشركات الكبيرة مسجلة الكبيرة. أوكي هلا في شركات صغيرة بنسميهم custom builders هذول في كتير منهم مش مسجلين بس هم هو ما فيك انت تبني بيت الا لما يكون ريجسترد باي تاريون اذا انت بدك تبيعه اذا انت عم تبني لهدف البيع. بس في ناس شو بتعمل بتبنيه وبتسجل انها ساكنه فيه عرفت كيف. فبصير انت كانك بنيت بيت تبعك فانت حر انت ما بدك ورنتي على كيفك بعدين بيرجعوا بيبيعوا. فهلا هوني اذا انا عم بشتري بيت وحقي اسال السؤال هذا البيت مغطى من تاريون؟ بالضبط. مين بدي يسأل؟ بالضبط. بدك تسأل الايجنت اللي عارض البيت أو الايجنت اللي بيشتغل معك اللي عم بيساعدك تشتري أو بدك تسأل الكونتراكتر اللي بنى البيت أو بدك تسأل الأونر. وهذا طبعا لازم يكون فيها ديسكلوجر. وإذا قال لك أنه مسجل في ريجستريشن نمبر لازم رقم معين يكون مسجل الشركة تاريون هذه وممكن تاخذ الرقم هذه وتتصل بتاريون وتعطيهم الرقم وبيعطوك التفاصيل اذا مسجله او مش مسجله او في عليها مشاكل. اوكي هلا وصلنا كل هلا بس يجي نوع الانشورنس هي نوع من السوغرتها هلا اذا كان سياره او شو ما كان يكون في عده مستويات للحمايه او الورنتي نفس الشيء للبيت او كله مثل كله ملف واحد انه بهالبيت هذا مغطى ألف ب ت س لنوصل لكل شيء له سعر او في عندي انا مثلا فيني اختار الكادلاك
أو تختار نوع الورنتي يعني لا هذا كله بتطبق على كل البيوت بس هم مفصل عن بطريقة مختلفة في عندك ورنتي قبل تاريخ التسليم وفي ورنتي لأول سنة بعد تاريخ التسليم وفي ورنتي تاني بتطبق لسنتين من تاريخ التسليم وفي ورنتي بتطبق لسبع سنين من تاريخ التسليم ففي عندك pre-delivery inspection 1 year 2 year 7 year protection فالإجمالي طبعا 7 سنين طيب خليني أسألك سؤال اللي أنا بهمني هلا ما أعرف إذا مستمعين ده بهمه بس أنا بهمني بس تكون في هيكي سجارتي وتأمين من هالنوع معناتها حدا بده يدفع عنه إيه حدا بده يدفع عن مصاري أكيد طبعا إيه هاي وين جاي شوف هو المعظم أنا بدي أدفع أو البيلدر بيكون مغطي هو, هو بالآخر المستهلك اللي حيدفع أكيد يعني لأنه إذا البيلدر طب كيف يدفع بيدفع أب فرانت أو بتكون هي من سعر البيت ما أنا جايك هلأ في بيلدرز لما تروح أنت تتعامل معاهم وهذا للأسف في كتير من الناس ما بتعرف هالشي بتروح بتوقع العقد مع البنا أو البيلدر وما بتعرف شو مكتوب بالعقد ومر علي كتير قصص زي هيك في بيلدرز بتغطي هذا الإنشورنس بكون السعر اللي أنت عم تشتريه بيغطي الانشورنس وبتتكلم انت حوالي $1,000-$2,000 يعني منا يعني مبلغ برضو مش مبلغ بسيط التاون هاوسز بحدود 800 في بيلدرز ما بيغطي بكون في بالاجريمنت او بالعقد الشراء اللي عاملينه بكون مكتوب بخطر فيه انه هم غير مسؤولين عن التكلفه الشراء الورنتي هذا للبيت مع انه هذا انت مش بخيارك لازم تشتري فيوم التسليم يوم الكلوزنج ديت مع المحامي المحامي بيجي بقول لك يا ابو الشباب عليك $1,000 اللي هو الانشورنس كفرج هل حتى ما هلا اذا انا اخترت ما بدي ما في مهرب ما فيك نو هي اجباري ما فيك لازم اوكي ما فيك طيب انت قلت كلمه هلا يلي اوقات بتشربكني شو هي pre-delivery inspection؟ pre-delivery inspection حلو. pre-delivery inspection هذا البيلدر في عنده كل بيلدر شكل على فكرة. في بيلدرز في عندهم يعني بيسمحوا للمشتري إنه يروح يفحص البيت قبل يوم التسليم. يعني قبل ب 24 ساعة من يوم التسليم، قبل ب 48 ساعة من يوم التسليم. يعني قبل بيومين ثلاثة خلينا نقول. وفي بيلدرز بسمحوا لك تروح تفحص البيت مرتين أو ثلاثة فبيجي بقولوا لك البيلدر مثلا هذا طبعا بيلدر بكون الكلاسيفيكيشن تبعه أحسن من البيلدر الأولاني اللي بنحكي عنه فهذا البيلدر واثق بالمنتج تبعه فبسمح للمشتري يروح يشوف البيت أو يفحصه لما يكون بالفريم ستيج وبرضه لما يكون كل الرافنز انحطت عشان يتأكد المشتري انه الرفنز انحطت بالمكان اللي هو نقاه وبرضه قبل يوم التسليم فبكون ثلاثة بري ديليفري انسبكشن هلأ المشتري مش هو اللي بفحص يعني هو مفروض يكون في انسبكتر او مهندس بروح عن طريق البيلدر معين من البيلدر مكلف من البيلدر نفسه وأنا صراحة عادة بحب أنصح الناس إنهم ياخدوا الإنسبكتر تبعهم مش بس تبع البيلدر لأنه يعني بكل الأحوال تبع البيلدر بكون مدفوع من البيلدر أداة تقريبا بتختلف شيء الإنسبكشن على بيت جديد عن بيت معمر already بس إذا أنا جبت إنسبكتر لحالي أداش بتكلم يعني بول بارك فيجر يعني إذا أنت جبت إنسبكتر لحالك إذا يعني خلينا نقول إذا تاون هاوس تتكلم بين $400-$500 إذا سينجل هوم يمكن 500 وأكتر حسب مساحة البيت تعرف إذا بيت كبير كتير بياخد وقت أكتر إذا أبارتمنت بتصور يعني بحدود $300 هيك شيء يعني طيب لكن لأنه هذا برنامج إجباري نحن إجباري البيلدر وإجباري الشرة يفوتوا فيه يعني معناتها قداش مغطى لك قداش مدة التغطية تبع البيت تبعك كل شيء انه وقت معين او حسب انه في اشياء بتخلص بعد سنة سنتين واشياء بتضل لخمس سنين حلو حلو طبعا اكيد في مصنفة قبل تاريخ التسليم اذا صار البيلدر عنده اي مشكلة
في ثلاث شغلات رئيسية مغطية، اللي هي إذا البيلدر اتأخر عن التسليم، تاريخ التسليم، فبيصير في تعويض، وممكن نشرحها كمان شوي، نفصلها بشكل أكثر، نشرحها بعد شوي هذه أكيد. والديبوزيت أو العربون، إذا البيلدر صار له مشكلة مادية، فلس، أعلن إفلاسه، الورنتي بيعمل حماية للديبوزيت، طبعا مبلغ معين. بالنسبة للفري هولد تتكلم عن 40,000، بالنسبة للكوندومينيوم تتكلم عن 20,000. اوكي، سو هذه اللي تغطي شوية مصاريف. هذا مش مصاريف، لا، هذا تغطي العربون. العربون اذا الشركة نفسها فلست، التاريان ورنتي بيغطي لك 40,000 دولار من العربون اللي انت دفعته. فعشان هيك احنا احيانا بننصح الناس لما يروحوا على بيلدر، لما بدهم يحطوا ديبوزيت، اوكي، لازم يتاكدوا انه بيلدر كتير معروف قبل ما يعطوه ديبوزيت اكبر من 40,000 دولار. لانه اذا اعطوه، اذا بيلدر مش معروف كتير وما له اسم وشهره، واعطوه مبلغ اكتر من 40,000 والعربون باسم البيلدر مش باسم محامي، لانه في خطوره طبعا انه اذا هذا البيلدر فلس، اذا كان اكتر من 40,000، اذا دافع مثلا 60,000 70,000، الورنتي بيغطي بس 40,000، فبيخسر 20,000. طيب وتغطيه الورنتي، تغطيه صح ما كملنا الورنتي. بعد تاريخ التسليم، اول سنه زي ما بقولوا بامبر تو بامبر، بغطوا لك كل شيء. فانت قبل نهايه اول سنه من تاريخ التسليم تفحص البيت كله بشكل عام، بغطي لك اي ديفكتس بالماتيريال اللي استعملوها، بالبيلدينج كود، اذا في اي مشاكل بالبيلدينج كود، اذا في اي ماتيريال معينه خربت او مثلا الحيطان اذا صار فيها شقوق، او مثلا مشاكل ليك بالبيت نفسه، بالبايبس، بالمشاكل بالكهرباء، بالسويتش بوكس، بالانسوليشن، يعني كل شيء بامبر تو بامبر زي ما بقولوا بغطي. فقبل نهاية أول سنة من تاريخ التسليم ننصح عادة إنه الانسبكتر نفسه يجي مرة تانية ويعمل ريبورت كامل وبتقدم للبيلدر وللتاريان وارنتي. طيب في شيء كتير بعد بدي أسألك عنا طبعا. لسه ما حكينا عن 2 years و 7 years. لحد 7 years. صحيح. هذا الماكسيم حسب ليش. صحيح. فهيدي اللي مثل بقوله read the fine line وحكومة على البيلدر والسيلز. صحيح. 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 طيب في شيء كتير بدي أحكي أسألك عن البيوت الجديدة هلا اللي عم نحكي عنها. بس مش كل شيء جديد. مش كل العالم تشتري جديد. صحيح. يا هل ترى في شيء وارنتي لقالوا هؤلاء الأشخاص؟ كله رح نغطيه من بعد ما ناخد فاصل ونرجع. عم نحكي مع خبير العقارات وضاح حسين من Vertex Team مع عشين 97.9. ولقانا اليوم مع وضاح حسين من Vertex Team Royal LePage. أهلا وسهلا فيك بهالحلقة، أول حلقة لسنة 2018. و كل واحد بده حماية، كل واحد بده مين يحميه، والتيريان بروجرام نحكي عنه اليوم هو لا يحمي المستهلك، وفعلا شيء كتير كتير منيح ومهم. كنا عم نحكي قبل الفاصل، قلت لنا شو مغطى مثلا بالسنة الأولى، بس قلت لي لحد 7 سنين، ففي إشياء مغطاي بس لسنة، إشياء مغطاي لسنتين ولسبعة. شو هي الإشياء المغطاي لسنتين بالضبط بسرعة لحتيني من من نغطي غير إشياء كمان؟ طيب اللي مغطى لسنتين اللي هي برضو مش المشاكل البسيطة، يعني ديبوزيت خلص بكون مشي، والديفكتس الشغلات المشاكل البسيطة اللي بالحيطان، اللي بتطلع بالبلاط، اللي بتطلع بالهدا، خلاص ما بتتغطى بعد هيك. المشاكل الثانية زي مثلا البيلدينج كود اللي ممكن تعمل هيلث أو سيفتي إيشيو للمشتري، أي تهريب مي بالبيسمنت، هذا مغطى لمدة سنتين مش أكتر من سنتين. في ناس بالسنة السابعة بيصير عندها أحيانا كراك وبنزل بدخل شوية مي عندهم على البيسمنت، فبيجي بيقول لك ما هو مغطى. لا مش مغطى،
وبغطي بس أول سنتين لشغلات زي هيك. فإذا مية دخلت في البيسمنت أو إشي زي هيك أو رطوبة في البيسمنت أو ديفكس بالإلكتريكال وبالبلامينج بشكل عام، اللي هي إذا في صار في شورت كهرباء، في مشاكل بالكهرباء بالشرايط الكهرباء أو بالسويتش بوكس أو بالبلامينج، إذا في أحيانا بيكون مش ملزقين البايبس مزبوط بالتوب مثلا، فبتلاقيه بلش ينقط بعد سنة سنتين، فهذا كله بيكون مغطى بس لمدة سنتين. السنة السابعة اللي هي major structural defects، اللي هو major shifting، يعني البيت كله عم بزيح أو عم بغطس بالأرض، أو major crack، بنتكلم عن major settlement crack، يعني ممكن تأثر على foundation، يعني ممكن تأثر على foundation، وmajor frame defects، يعني الفريم هذا الخشب اللي بيكونوا بنيينه بيصير في احيانا ديزاين ديفكت، فبتلاقيه انه مثلا ممكن يكون صار في شيفتنج بالروف بالاتيك، صار في مشاكل بالنوع هذا، هذا بتغطى لمده 7 سنين. اذا السكورل اجى عامل قدح بالسايدنج وفات على الاتيك، هيدي مش مغطى. لا لا بس اكيد انا في ناس في ناس بتجرب تعمل هالشيء. طيب في شغلة قبل ما نخلص عن الوارنتي، بعد في إشي ما نغطيها، بس في شغلة كنت عم بيحصلك قبل الفاصل. طيب هيدا كله للبيوت الجديدة. طب أنا عم بشتري بيت اللي عمره 10 سنين أو 12 سنة أو 14 سنة. في شيء أنا فيه أحمي حالي فيه؟ يعني في شيء نعمل إنشورنس عدا عن تيريون اللي هي بس بتغطي تيريون؟ طبعا بغطي 7 سنين، بس إذا إحنا في عنا باكيج، في عنا زي بارتنرشيب عاملينه مع شركة بتورنتو، ممكن المشتري تبعنا يشتري ورانتي لمدة سنة، فبكون عنده مطمن ومطمن باله ومطمن تفكيره انه البيت ما رح يصير له اي مشاكل، وحتى لو لا سمح الله صار له اي مشاكل بأول سنة من بعد تاريخ التسليم، انه ممكن يتصل بهذه شركة الانشورنس وبيصلحوا له كل شيء وبيغطوا على فكرة. وهذا البيلدر طبعا ما بيغطي هذه الشغلات، هذا بيغطوا حتى الابلاينسز، يعني حتى اذا بتعرف احيانا اذا بتشتري بيت قديم بكون احيانا التلاجة قديمة وبكون الفرن قديم، فيعني انك تشتري وبعدين اشتريتهم كان منيح شغالين بالضبط، او الفرنس بكون برضو مثلا صار له 10 سنين، فانت يعني بقول لك الانسبكتر ابصر يضاين معك او لا، فممكن تشتري اول سنة اذا، وكتير منيحة هذه، كتير جيدة، واحنا بنعطيها هذه على معظم الليستينجز تبعونا. يعني في عنا ليستينج هلا بفيندلي كريك ابارتمنت كتير حلو، 2 bedroom 1 bathroom، فيري فيري نايس، احنا عارضين ال 1 year warranty عليه حتى بعد ال يعني تجي مع سعر تجي سعره كتير ممتاز. مع السعر احنا عارضينه مع السعر، وسعره كتير ممتاز 223,000. يعني طيب لنرجع للتغطية اللي كنا عم نحكي عن تيريون والكلوزينج ديت تبعه. قلت لي اولا عن الكلوزينج ديت تبع تيريون، هذا الشيء فيه له سجرته وله ضمان، يعني امن صحيح بالنسبة لهذا. شو هو الكلوزينج ديت؟ كيف بيكون شغال الكلوزينج ديت؟ صح مزبوط. هلا الكلوزنج ديت البيلدر بيعطيه عادة لما تروح المشتري يشتري من البيلدر بيعطيه تاريخ اللي هو تاريخ التسليم. احيانا بقول له تاريخ التسليم بكون تنتف، فهذا بكون تاريخ مؤقت او غير مؤكد بالعربي، او اذا بيعطيك تاريخ التسليم فيرم. إذا تاريخ تسليم فيرم بكون البيلدر بلش يبني في البيت ومتأكد إنه حيسلمه بتاريخ معين. فعشان نوضح للناس شو الفروقات، يعني مثلا خلينا نقول إذا واحد راح بده يشتري بيت من بيلدر، وخلينا نقول فرضا إنه البيلدر قال له التاريخ التنتيف تبعه اللي هو أول يناير 2019، فالبيلدر لازم يبلغ المشتري انه بده يأخر هذا التاريخ قبل ب3 أشهر، يعني بتتكلم قبل مايو 2000 و
2018 يعني. لا قبل لا اذا يعني بدي اعطيه 90 قبل 3 اشهر بالضبط 90 نهار على اساس يقدر يعمل يضبط اموره فبقدر ياخرها وفي عنده تاريخ ثاني كمان ممكن ياخره اوكي فالسكند او التاريخ الثاني من التسليم بقدر ياجله لغايه ماي اول ماي ولازم يعطي برضه 90 يوم قبل اول ماي على اساس انه بده ياخر التاريخ هودي لحديت هلا بلا جزء طالما هو عم بيعطي بلا جزء ما دام بيعطيه النوتس قبل ب 90 يوم ما في جزء بلا جزء اخر تاريخ اذا هذا بلا جزء اخر تاريخ ممكن يسلم البلدر البيت بلا جزء اذا هو على اساسا قايل مثلا اول يناير 2019 بده يكون اخر اوغست اوكي فالبلدر ممكن ياخر من تخيل من اول يناير لاخر اوغست بلا جزء واو اوكي هلا هون اللي طبعا هلا هون اللي بده يبيع بيته او قاعد ببيته وبيعه وبدينه على بيت الجديد هون طالما انه اذا البلدر بيعطي تواريخ بيعطي بيعطي نوتس ما في يعمل من الجايد لاينز ما في ما بياخذ كومبنسيشن اذا ما اعطى النوتس قبل ب 90 يوم من فيرست تيننتيف ديت او سكند تيننتيف ديت او الفيرم ديت اوكي معناته بياخذ كومبنسيشن المشتري المشتري بياخذ كومبنسيشن يعني مش على كيفه هو في ماكسيمم $150 باليوم من التاخير اب تو $7,500 سو هذه بس لتغطي مصاريف بس $7,500 ماكسيمم يعني طيب. بقدر اغطي وعلى فكره بس معلش بدي اكمل نقطه انه المشتري ما بيقدر يكسر العقد الا اذا البلدر اتاخر بعد يعني اذا مشتري اول يناير 2019 ما بيقدر المشتري يكسر العقد الا باول جون 2020 يعني بتتكلم سنه وقديش سنه ونص تقريبا سنه ونص ما بيقدر المشتري يكسر العقد طيب لكني البيلدر له حق يغير التاريخ لانه من ضمن الكفرج تبعه طيب بالنسبه للاشخاص يلي هي بتملك الارض يلي عم تعمر عليها حلو ويلي بنجيبه هني البيلدر هودي الشيء بيقدروا يضغطوا تحت التيريون معنا بعد تقريبا دقيقه بتغطوا تحت التيريون اذا واحد مسلم الارض اذا هو مالك الارض وانا جبت بني يبني لي عليها تريان بغطي له اب تو $40,000 بينما اذا انت شاري عن بلدر واخترت من عنده قطعه الارض وقلت له يبني عليه ماضي معين فانت يعني فعليا ما بتملك قطعه الارض التريان بغطي اب تو $300,000 اكسلنت وضح حسين طبعا المعلومات كلها ما فينا نغطيها كلها خلال هالفتره دائما انت راح تكون متوفر لجاوب اصدقائنا بس بدهم اي استشاره منك والسؤال الاخير بسالك شو في جديد مع الفيرتكس تيم برويال بيج والله بلشنا ان شاء الله سنه جديده وتبلغنا الحمد لله قبل اسبوع انه الحمد لله التيم تبعنا فاز ب بتو اووردز اللي هي اكسلنس اوورد بيعطوها للبروفيشنال كونداكت سو الحمد لله اخذناها السنه وبرضو اخذنا اللي هي دايموند اوورد لرويال لابيج ل 2017 وهذه بتحطنا از توب 3% من كل رويال لابيج فالحمد لله هذا الشيء يعني كتير حلو وكتير انبسط في التيم وإن شاء الله عنا حفلة بكرة أكسلنت مبروك لألك والفيرتكس تيم رقم تليفونك الخاص ليتصلوا فيك مستمعين تلفوني 613-878-3041 وفيهم يتواصلوا معنا أكيد على الويب سايت تبعتنا www.thevertexteam.com وبضع ساين من Vertex